سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آفية السوريين للسوريين. مرحبا. ياما شفنا بالمسلسلات فزعة السوري للسوري، وهذا الشيء مو تمثيل، هذا حقيقة عايشينها وعم نشوفها من خلال أفراد ومؤسسات وجمعيات، ومنها جمعية شباب ساعد التابعة لمنظمة بيعن. هن مجموعة شباب حملوا العلم سلاح، اعتبروا التضحية واجب، وظفوا تجربتهم السابقة بمجال الإغاثة والتنمية اللي بلشت سنة 2004 بمساعدة أهاليهم السوريين المتضررين بمدينة حلب وريفة، من خلال طرح وتنفيذ مبادرات ومشاريع تنموية وخدمية بتلبي حاجات الناس. وبيسعوا من خلالها للاكتفاء والوصول للتنمية. من أهدافهم غير إغاثة المحتاجين، نشر ثقافة التطوع والعمل الخيري بالمجتمع، والتحول من الاستهلاكية للإنتاجية من خلال عدة مشاريع تنموية، وكمان الحد من انتشار البطالة بالتوظيف بالمشاريع والمبادرات. قدمت جمعية شباب ساعد يلي تبنت شعار ساعد ولو بحبة كتير من المساعدات بالسنوات الماضية. أما آخر مشاريعها فكانت مشروع دفء 3 يلي وزعوا من خلاله الأواعي الشتوية على الأيتام وعوائلهم بمدينة الأتارب بريف حلب، ووزعوا الصوبيات وفحم التدفئة على بعض المدارس لدعم العملية التعليمية، وعم يحاولوا ضمن هالمشروع انهم يوصلوا للمخيمات المتفرقة بالداخل السوري واللي عم تعاني من نقص كبير بالإغاثة، وتمدهم بالشي اللي بدفيهم بهالبرد اللي ما بيرحم. وكمان من إنجازات جمعية شباب ساعد الأخيرة مشروع خبز السنابل يلي تم من خلاله توزيع الخبز على 1800 عيلة بريف حلب الغربي. شباب ساعد ما نسيوا أبطال الدفاع المدني بريف حلب الغربي، كمان قدموا لهم الأواعي الشتوية ليعبروا عن دعمهم وامتنانهم لكل شي عم يعملوا. وفي غيرها نشاطات كتير وأعمال إغاثية وإنسانية كتير كتير. بنهاية هالفقرة بدي إلكن إنه أحلى شيء بيميزنا نحن السوريين إننا دائما سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آفية السوريين للسوريين.